طيب اوكي نرجع نكمل هسه. حنشتغل هذا الحرف بدقة أكثر، بحرص أكثر، عشان نبين يعني أعلى نظافة، اللي المفروض إنه مثلا لو بدك أنت خايف وحاب إنك تشتغل اللوحة بشكل دقيق حسب القالب. أوكي، عندنا هاي الطريقة. طبعا أنا عليت الإضاءة. طبعا انا بشتغل بهذا الشكل درجة درجة، حتى بيطلع شكل ضربات القلم طلع بشكل ممتاز. اوكي، ف يعني كل خطاط، انا دائما بؤمن في الموضوع انه كل خطاط لازم يجرب يشوف ايش الانسب له. ممكن مو في خطاط يجيب الكتابة ضربة واحدة اوكي، لكن هاي فيها حرص اكثر، خصوصا اذا يعني خطاط مبتدئ وفي عنده مثلا خوف او كذا. هذه الطريقة برضو بتكسر حاجز الخوف، انه انا شغال يعني 2 ملي 2 ملي وماشي مع القلم. هذا الجزء طبعا في زاوية عامية، هذا الجزء مش منشاف، فممكن يعني تعدل جلستك، عشان أحيانا هاي قد مشكلة تكون عند خطاط وهو بنفذ الزوايا العمياء. بنشوف الفرق هون بين الضربات وهون أطراف الحرف. طبعا في فرق هون كثير، التعرج كبير، هون لا خفيف جدا. هاي يعني أنا تعمدت إنه يكون الشكلين موجودين عشان نشوف كيف بنشتغل. طبعا هون الحرف الظل إذا بتشوف أكبر من الحرف، لأنه عامل أنا فيه إكساء إضافي، فأوريدي أصلا يعني حاسب حساباتي قبل ما إني أشتغل. ضروري يكون في رطوبة إضافية في القلم عشان يعطي هاي المادات، يعني تحس شوي إنه في سيولة في الحبر، ما يكون مزعج.
حطوا نفس واحد عشان يعني التصوير مع الطاولة. اضطريت اني اشتغل الطاولة يعني مسطحة، فخليني هيك اسهل.